السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن محاضرة نيوبورن بيبرد مع دكتور إسراء جميل، لكتشر أو بيدياتريك نيرسينج سكند يير فيرست سمستر. النيوبورن هو الطفل اللي هو اتولد من بداية العمر بتاعه بيكون مدة شهر، دي معناها تطلق على كلمة نيوبورن، يعني أي طفل من أول ما يتولد لحد ما يكون عنده شهر اسمه نيوبورن، اللي هي اسمها النيونيتال بيريود. definition of neonatal period: it is a period of time immediately after birth and lasting through the first 4 weeks of life or the first months of extrauterine life. يعني النيونيتال بيريود هي المرحلة أو الفترة اللي بتبقى من أول ما الطفل بيتولد لحد أول شهر، دي اسمها نونيتال بيريود. لذلك الطفل اللي بيكون من خلال أول شهر من عمره بنقول عليه إما نيوبورن أو نيوني. النيوبورن طبعا احنا عندنا هنا في الجروث والديفلوبمنت هناخد كل مرحلة لمراحل الأطفال، كل مرحلة عمرية بيكون ليها خصائص خاصة بيها. تمام، احنا هنتكلم أول مرحلة خالص اللي هي الطفل أول ما اتولد لحد ايه أول شهر بالنسبة للطفل. الطفل بيبقى ليه خصائص معينة: physical characteristics and physiological characteristics. أول حاجة نتكلم عن physical characteristics of normal newborn اللي هي الخصائص الجسدية لأي طفل طبيعي. أول حاجة فيها اللي هي اسمها anthropometric measurement، دي اللي هي عبارة عن اللينس والويت، اللي ميجرمنت بتاعت اللينس اللي هو الطول والويت، حاجة تبدأ تاخدوها في الجروس ميجرمنت. تمام، المفروض النورمال للطفل اللي هو نيو بورن أو ما بيتولد بيكون الأفريج لينس ليه لو هو ميل 50 سنتي، لو هو في ميل 49 سنتي. النورمال رينج بتاعهم بيكون من 47.5 ل 53.5. تمام، نخش على الويت. وزن الطفل أول ما بيتولد بيبقى رينج بتاعه من 2700 جرام إلى 3 كيلو و850 جرام، ده الرينج بتاعه. أقل من كده من 2700 بيبقى حاجة اسمها لوفرز ويت، الوزن بتاعه قليل يعني، نتكلم عليه بعد كده لما نيجي ندخل في البريماتيو. ماشي، الطفل طبيعيا أو في حاجة فيسيولوجي اللي هو بيبتدي وزنه يقل عن الوزن الولادة بنسبة 5 ل 10%، وده حاجة فسيولوجيكال يعني حاجة طبيعية مش منها مشكلة. طب ايه سبب ان وزن الطفل ده ممكن يقل او بيقل؟ قال لي سببه حاجتين. اول حاجة طبعا الطفل لما كان في رحم الام كان ايه بيتأثر بالهرمون اوف الايه اوف المذر. هنا الطفل خرج من رحم الام فحصل وزدراول للهرمونز بالايه اللي هي فروم المذر، ده بيأثر على الويت بتاع الطفل. تاني حاجة، الطفل هو نيوبورن حصل له وز ووتر، يعني في احتباس الوتر، وبيبقى الاسطول واليورين بتاعه مش كتير، فده بيؤدي على ايه بيأثر على الويت اوف ذا نونيت. بعد كده الفايتال ساينس، يبقى خدنا اول حاجه في الفيزيكال كاركترستكس اللي ايه انثروميتريك ميجرمنت، تاني حاجه الفايتال ساينس. الفايتال ساينس العلامات الحيويه للطفل في حاله نيوبورن لازم تبقى عارفه النورمال بتاع كل مرحله، كل مرحله عمريه بتختلف عن تانية في الايه في الفيتال ساينس لحد ما عمر الطفل بيوصل لعندي اثبت معي عند الايه البريسكوليج. نبتدي فيتال ساينس عندي اللي هو التمبريتشر، التمبريتشر بتبقى نورمال بتاعها من 36.11 او 36.1 37.8. طيب قال لي الطفل اول ما بيتولد بتلاقيه او طفل في حاله نيمور بتلاقي الهند وبتلاقي الفيت بتاعته كولدر زان الايه البادي. طب ليه؟ قال لي لان طبعا الطفل لسه مولود فبيبقى لسه الايه لسه اللي هو الهيت ريجوليتنج سيستم او الهايبوثالاموس بيبقى اماتيور، اللي هو الجهاز المسؤول عن تنظيم الحراره، بيبقى لسه ايه نضجه مش كامل، فبالتالي الطفل حرارته ما بتبقاش ايه واصله للنورمال. طب انا عشان اوصلها للنورمال زي ما احنا شايفين بنشوف ان الطفل اول ما بيتولد بيتلفف ايه بنغطي او راب ليبي وبلانكت. ليه البلانكت دي؟ عشان تحافظ على حرارة الطفل ان هو يوصل للايه للطبيعي، وتعمل ايه بعمل اكسترنال هيت يعني.
ماشي. بعد كده البلس، قال لي البلس طبعا احنا بنعمل مجرمته في الطفل اللي هو نيبون، بيبقى ابيكال بلس، ده بيبقى من 120 ل 150 بيت في المنت. ريسبيريشن بيبقى من 30 ل 50 سايكل في المنت. وطبعا بيقول ان الريسبيريشن في نيبون عاده بيبقى ريجولار في الدبس والريت والرسم. البلاد بريشر، قال لي البلاد بريشر بتاع النيوبور بيبقى ممكن يحصل له ان هو يبقى ايه هاي ايميديتلي، يعني يرتفع على طول وبعد كده يبتدي ينزل لليفل الطبيعي بتاعه بأول 3 ساعات من عمر الطفل. طيب المفروض النورمال أو الأفريج بتاعه كام؟ قال لي من 74 على 48. بعد كده السكين كاركترستكس اللي بتبقى في الطفل. السكين كاركترستكس دي ممكن تلاقي أكتر من حاجة موجودة في الطفل أو ما بيتولد، ممكن ما تلاقيش، ممكن تلاقي بعضهم كده، ده بيختلف من طفل للتاني، بس معروف ان الايه كين كاركترستكس معظمها بتختفي خلال نهائي اول اسبوع اسبوعين اول شهر بالكتير. في حاجه واحده بس هنتكلم عنها قدام اللي هي ممكن تستمر معاه. السكين كاركترستكس، السكين بيبقى الايه الكلر بتاعه ايه، قال بيبقى لا اما ريد او دارك بينك، لا اما احمر لا اما بينك ايه يعني. من الخصائص اللي انت ممكن تلاقيها في الطفل وهو لسه موجود حاجه اسمها اللانجوير، شعر ناعم. شعر ناعم بيبقى موجود is a slight down distribution of fine hair over the body، بيبقى موجود في الايه في الجسم، في الهيد، في الشولدر، تمام. ده بيختفي في ايه مع فيرست ويك. قال ان هو اصلا الهير ده بيبتدي الابيرنس بتاعه للطفل وهو في الاسبوع 16 من الجستيشن من الحمل، بالتالي بريماتشور اللي هو الطفل اللي بيتولد بدري هتلاقي فيه لانجو هير اكتر من ايه من الفولتر، تمام. حاجة تانية اسمها فيرنكس كيسيوزا. فيرنكس كيسيوزا، فيرنكس كيسيوزا دي عبارة عن مادة بتبقى بيضة زي الجبنة. is a like is a cheese like greasy yellowish white substance، مادة شكل الجبنة دهنية لونها أصفر، أحيانا ممكن تكون شكل الكريم، تمام كده. المادة دي بتغطي الايه السكين وبتختفي من 2 لـ 3 أيام، تمام. معظم المواد دي بتبقى فايدتها اللي هي بمضغط الجسم بتساعد ان الجسم ما يفقدش نسبة حرارة عالية، لان الطفل احنا عارفين زي ما قلنا ان بيحتاج ايه حرارة، الحرارة بتاعته ما بتبقاش او ما بتبقاش متظبطة من خلال اللي هو الايه الهايبوثالموس او ريجوليتنج الهيت ريجوليتنج سيستم، تمام كده. فبالتالي المواد دي معظمها سبحان الله بتحافظ ان الجسم ان الطفل ما يفقدش ايه درجه ما يفقدش الحراره من جسمه بنسبه عاليه، يعني لسه الريجوليتنج سيستم اللي بينظم اللوس والبرودكشن اوف الايه اوف الهيت لسه اماتيو، هنتكلم عن دي قدام. تالت حاجه اسمها ديسكوميشن. ديسكوميشن دي اللي هي بيلينج او قشور بتبقى موجوده على الجسم، دي بتبقى اوكير ديورينج ذا فيرست 2 إلى 4 weeks، في أول أسبوعين الأربع أسابيع من الحياة. طب دي بتيجي نتيجة إيه؟ نتيجة الطفل ما بيحصل separation of the placenta it occur in post mature infant who delivered after 40 weeks، تبقى أكتر في الطفل اللي هو بيتولد بعد 40 أسبوع. هو قال لي أصلا إن هي بتتكون من 2 لـ 4 أسابيع، لما البلاسينتا بتنفصل عن الطفل الطفل ما بيبقاش تغذيته عن طريق البلاسينتا طبعا بتتغير، صح كده. فنتيجة التغيير ده بيحصل الإيه ديسكوميشن. حاجة تانية، حاجة رابعة اسمها بنيا، بنيا أو اسمها وايل بيمنس، تبقى بصور. البصور دي اهو it is a teeny white babule، it is a teeny white babule occurs particularly on the nose and the chin and disappear in a week or two، عبارة عن بصور صغيرة بتبقى لونها بيضة ودي بتبقى موجودة في النوز على الأنف أو الشين ودي بتختفي ايه خلال أسبوع أو اتنين. حاجة اسمها مونغوليان سبوتس، مونغوليان سبوتس، مونغوليان سبوتس دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن بلو باك بيجمنت، يعني عبارة عن صبغة بتبقى لونها ازرق. بلو باك معناها انها بتبقى موجودة في البيك، موجودة في ات ذا بيز اوف ذا بيك اند اون ذا باتوك، موجودة في قاعدة البيك من تحت وعند منطقة الايه الباتوك. دي بتبقى اختفي خلال، دي بقى اللي بتطول معايا ان هي ممكن تستمر لمرحلة البريسكول ايش، طبعا بتختفي وزود تريتمنت. سادس حاجة في السكين كاركترستكس الكابيلاري او الماكلودر هيمانجيوما، اللي هو بيبقى زي اجزاء حمراء زي ما احنا شايفين هنا في الصورة عندنا بيوضح لي ال it is stroke bites،
salmon beaches around the eye and at the nape of the neck. يعني عبارة عن ماكيولر، حاجات كده من الايه، من هيمنجيوما، حاجات دموية زي اورام دموية، او هي طبعا زي ما ظهر عندنا كده تجمعات دموية كده ظاهرة. ايه بيقول لك؟ بتشبه شكل العضة بتاعت السلمون، ماشي. ودي بتبقى موجودة اكتر حاجة في الاي وفي الناب اوف ذا نيك، يعني في نهاية الايه، الرقبة. وبيقول ان في نهاية الرقبة دي ممكن تستمر معايا عادي، ما فيهاش مشكلة. بعد هيرجع السويت جلاندز بتاعت الطفل بتبقى اكتف في نهاية ايه، بتبقى اكتف وبتشتغل كويس في نهاية ايه، في نهاية السكند ويك، الاسبوع الثاني من ولادة الطفل. بعد كده احنا كده خدنا السكين كاركترستكس، هو ده احنا لسه فين؟ لسه في الفيزيكال كاركترستكس، او في الفيزيكال كاركترستكس اوف ذا نورمال نيو بورن. خدنا انسورمتريك ميجر بنت، وخدنا الفايتال ساينس، وخدنا السكين كاركترستكس. بعد كده الهيد ايه كاركترستكس، شكل الهيد بتاعه الطفل اللي ما بيتولد بتبقى عامله ازاي. قال لي الهيد بتبقى بروبورشنال، بتبقى طبعا شكلها كبيره عند الجسم، حجمها بيبقى ربع الايه البادي. السيركمفيرنس بتاعها عشان اقيس محيط الراس، قال لي من خلال حاجه اسمها الماكسيمم دايمتر، اللي هي المحيطات الاكبر، او اللي اكبر نقطتين موجودين في الهيد اللي هي الفرونت واوكسيبتال، هنتكلم عنهم لما نيجي نتكلم في الفرونتال في النقطه اللي جايه. نورمالي زي ما هو موضح لينا في الصوره، ان عشان اعمل هيد سيركمفيرنس بحدد النقطتين اللي عندي، اللي هم اول حاجه في دي الفرونتال بون، بعد كده في عندنا الاوكسيبتال بون، وبين هنا بعمل ايه، بعمل ميجرمنت لي الايه الهيد سيركمفيرنس. قال لي الافرج بتاعه بيبقى من 33 او 33 تو 37 سنتيمتر، ده فين سنتيمتر في اتل بيرس. طب لما بيوصل لحد سنة بيبقى اعلى، اللي هو ايه 45. بعد كده لما بيوصل لحد 12 سنة بيبقى ايه 55. الانتيريور فونتالين ده اللي هو عندنا زي ما ظهر كده، التجويف اللي هو ايه between the bones of the skull البونز ايه of the skull and the ايه and the suture، نقطة التقاء الايه البونز اوف ذا سكال اهي، دي كده الايه الانتيريور فرونتال الموجودة عندي. قال الانتيريور فرونتال ده بيكون بتقيسي بقى ات البيرسبل، لما تيجي تحطي عشان تشوفي الاوبننج بتاعتها قد ايه، بتلاتة فينجر بيبقى كده 4.5، بعد كده عند 6 شهور بيبقى 2 فينجر 3 سنتي، عند 12 شهر بيبقى فينجر 1 1.5، بيبقى بيقفل خالص من عند سنة لسنة ونص. اما البوستيريور اللي هو في الخلف ده بيبقى لوكيت ما بين ايه البريتشر عند الاوكسيبتال ايه اوكسيبتال بون، يعني ما بين العظمتين الموجودين في الخلف مع ايه التقاء اوكسيبتال بون، ماشي. ده بيبقى شكله تراينجل شيب، بيبقى شكله مثلث، وبيبقى بيقفل نهائي عند ايه عند 2 ل6 شهور. يبقى اول حاجه بتقفل هو البوستيريور فونتال، ماشي. بعد كده بيبقى الانتيريور فونتال. الحاجات دي اساسا الفونتال ديجو في الديلي عشان تسمح للهيد ان ايه تنمو بشكل صح، وبعد كده بتبتدي ايه تقفل. بعد كده بقى في عندنا حاجات اب نورمال بتبقى موجوده، بس هي بتروح ايه طبيعي، يعني مش بنعتبرها دي حاجه اسمها كابت ساكسيدينيوم. كابت ساكسيدينيوم ده عباره عن سويلنج او اديما اوفر ذا بريزنتنج بارت اوف ذا سكال ديو تو بريجر ديورنج ليبر ليدز تو اكيوميليشن اوف فلويد اند ذس ابير باي ذا ثيرد دي. ده عباره عن تجمعات ديما ورم، بيبقى فيه فلويد موجود في الجزء الامامي من السكال، ده البريزنتنج بارت، ماشي. ليه؟ لان لما الطفل ساعات احيانا لما بيتولد مش على طول بتحصل، بس ساعات لما الطفل ايه بيتولد بيبقى فيه ضغط على الايه عن الهيد، الحالات دي بيساعد ايه لما يكون في ضغط على الهيد ساعة الولادة بيعمل تجمع للفلويد ده، دي بتختفي في اليوم الثالث من الولادة، فدي عادي. حاجة اسمها كيفاليو هيماتوما، كيفاليو هيماتوما دي اكيوميليشن لبلاد، يبقى عندك كابت ساكسيدينيوم اكيوميليشن لفلويد موجوده فين في البريزنتنج بارت، بتختفي امتى في الثيرد داي. طب الكيفال هيماتوما ده اكيوميليشن للبلاد موجود فين بتوين البري اوستيوم، البري اوستيوم ده اصلا ده الممبرين اللي بيغطي السيرفس بتاع البون، اللي بيغطي سطح البون، تمام كده. فالبلاد دي يتجمع ايه بتوين البري اوستيوم ده بتوين البرين الممبرين بتوين البون، تمام. الميستوب
ده بيختفي ايه بعد اول اسبوع. الكوليكشن اوف البلاد ما بيعديش السيجنتشر لاين، ما بيعديش الخط اللي هو بالحادث الحد بتاع الايه بتاع البون، فبالتالي ما بينقلش الايه من مكان لمكان تاني في الهيد. ماشي، مشكلته الناس بتاعته بتبقى ناعمه وبتزودش الكرانك، بس في مشكله ليه بعض المشاكل. طبعا انت عندك في تجمع دموي، كان تجمع دموي ده ممكن يعمل ايه، يزود تكسير الار بي سيس فيؤدي الى حدوث الجوندس، وبالتالي طبعا دي ممكن تعدي لحدوث انفكشن. الضغط ده ممكن يعمل ايه، حاجه اسمها انتراكرينيوم هيموجي نزيف من المخرج. انت عندك في ايه تجمع دموي اصلا بتبقى لونها زرقاء او جراي او ايه رصاصي، بتتغير في اللون لكن بتبقى البيرمننت كلر عند كام شهر، من 3 ل 6 شهور. طيب الحركه بتاعت الاي بتبقى ايه مش كوردينيتد، مش متساويه. ممكن الطفل يبقى حاجه عنده حاجه اسمها فورس سكوينت. فورس سكوينت دي اللي هو الحول الكاذب، ان تلاقي البوس ايز احيانا، ده مش على طول، احيانا في بعض الحالات بتلاقي ان الاي ممكن تبقى ايه بوس ايز ترن انورد او ترن ايه ده اسمه فورس سكوينت. بعد كده ايليد اللي هو جفن العين ممكن يبقى حصل له اديما في اليوم الثاني من الولاده، لحد ليه ما الكدني تشتغل، الكدني تبقى ماتيور، فبعد ما تشتغل وتعمل اليمينيت فلويد ايه اكسترا فلويد اللي هو السائل الدمي او الدموع تبقى موجوده بفعلين. بس احيانا في اول طبعا الطفل في الاول بتبقى ايه سائل دمي موجود، لكن الطفل في اول ولاده في اول ما بيتولد ممكن بيعيط من غير دموع، وبعد كده بيبتدي ايه دموع تتعمل تتحرك عنده او تظهر عنده. ده بناء على ايه؟ بناء على الماتيورتي اوف لاكريم الضغط، القنوات الدمعيه نفسها انها تنمو وبالتالي يخرج من خلالها الدموع. بعد كده في حاجه اسمها سب كونجكتيف هيموريدج، دي عباره عن ايه قالك ده بريزنس اوف نونيت، انما الطفل بيبقى انه نتسهد اثناء الفاجينا ديليفري، بيكون في فينوس ريتيرن اوف ذا بلاد مي بي امبارد اند سمول كابيلاريز مي رابشر اند سكلير. لو في بريجر موجوده على الهيد بتاعه الطفل اثناء الفاجينا ديليفري ده ممكن يعمل على ايه اثر على الفينوس ريتيرن بتاع البلاد. اللي في الاخر ان السمول بلاد فيزيت او السمول كابيلاري من الضغط ممكن يحصل لها رابشر، ترابشر في فين؟ في السكيرف بتاعت الاي، ترابشر في العين. فلما بيحصل ترابشر في العين دي بيحصل اي حاجه اسمها الهيمولوج اللي ايه اللي في شبكيه العين يعني او تحت شبكيه العين. دي كونديشن دي بتبقى حاجه مش يعني الطفل وهو بيتولد في بريجر موجود، فالبريجر ده مشكلته ان البريجر اثر على الكابيلاري، فلما اثرت عليه عمل لي رابشر. الرابشر ده ايه موجود فين؟ رابشر للفيزلز اللي موجوده في في الاي، تمام. فلما بيحصل كده بيحصل ايه سب كونجكتيف كونجكتيف ايه هيموراج. دي مش باثولوجي ودي بتختفي من ايه من 2 اسابيع. النوز بتبقى انوجل اماونت اوف ذا ستشارج بيبقى حاجه يعني اكبر الطفل طبعا هو بيبتدي يعمل تشفيط، ممكن يكون في ستشارج موجوده عشان كده يعمل تشفيط، والماوس والشروط بيبقى فيش فيه صلايبة بتبقى ايه بتبقى ظهر. نخش على الشيست، الشيست بيبقى شكله بول ماشي، وبيبقى نفس السيركمفيرنس بتاعه وبتاع الابدومن از ابسولوتلي ذا سيم سيركمفيرنس اوف ذا ابدومن اند اباوت 2 سنتي لزن ذا هيد. يبقى هما يبقى الشست والابدومن بيبقوا الاثنين في السيركمفيرنس زي بعض، لكن بيبقوا ايه بيبقوا اقل من الهيد ب 2 سنتي ماشي. الابدومن بقى لما بتيجي بتشوفيها بتلاقي الطفل ايه بتبقى الابدومن بتاعته بتبقى راوند مدوره وبتبقى ظاهره بيوتشر سلايتلي الامبليك الكورد اللي هو بيبقى طبعا لما بتيجي تقطعي الامبليك الكورد بيبقى اصل الامبليك الكورد عندي ده الكونكشن امبليك الكورد احنا عارفين ان هو الكونكشن بين الفيتس اند البلاسينتا بين الطفل وايه والايه والبلاسينتا المتوصله بالام. بيبقى لونه بلوش وايت يعني ابيض مزرق، بيبقى جيلاتين في الاستراكشر بتاعه. الطبيعي ان هو فيه 2 ارتري وواحد فين، تعرفي الاستراكشر دي امتى لما بيتقص. لو امبليك الكورد في ارتري واحد يبقى فينا ايه مشكله، لازم تشوفي في ايه كونجنت انوميا تمام. ده كل ده كان ايه الفيزيكال كاركترستكس اوف ذا ايه
of the newborn. تخش على حاجة تانية اسمها physiological characteristics of the newborn. أو physiological characteristics اللي احنا بنتكلم على ايه السيستمز الخاصة بالنيوبورن. معظم السيستمز الخاصة بالنيوبورن بتبقى لسه ايه immature، ما تبقاش mature قوي. فبالتالي زي ايه زي ما احنا اتكلمنا، مش احنا قلنا الطفل محتاج نعمله covering cover ببلانكت اللي هي من خلال ليه لان طبعا الثيرموريجوليشن اند الثيرموجينيس انتاج الحراره وتنظيم الحراره اللي هو الهيت ريجوليتنج سيستم مسؤول عن ان هو بيعمل بالانس ما بين الهيت لوس والهيت برودكشن بيبقى ماتيور، فده بيؤدي ان الطفل بيبقى حرارته اقل. فلذلك نعمل ايه بنحكم غالبا عن النقطه دي بالرابنج اللي احنا بنغطيه او كفرنج ببلانكت. الطفل بيتحط على حاجه اسمها اللي هو الهيت الهيت برودكشن، جهاز كده بيطلع بي بتفقع بحرارة على الايه الطفل الهيت برودكشن سيستم. الميكونيوم بتاعه الطفل اللي بتبقى الميكونيوم ده اللي هو المفروض براز الطفل، اسم الطفل المولود لسه مولود اسمه ميكونيوم، اللي هي الميكونيوم اللي احنا موجوده في ايه برحم الايه الام زي بتحطها في النساء. الميكونيوم ده بيبقى طفل قبل ما يتولد بيقول لك بيطلع من خلال 12 من 12 ل 48 ساعة من ولادة الطفل. بيبقى شكله ايه؟ بيبقى لونه بيبقى سك غامق وتالي دارك جرين، بيبقى اخضر غامق مدي على اسمر، ده لونه. اليورو جينيتال سيستم قال لي ده بيبقى طبعا كدني اماتيور. المرجنتاليا قال لي فيها مشكله واحده بس، ان يقول لك التستس المفروض بتنزل في السكروتم في الشهر الايه في الشهر الثامن من انتراوتراين لاين، بس في سام كيسز ات مين ريمين ان ابدومن، ممكن تفضل في الابدومن او الجونتيل او الانجوينال كانال. فلو هي فضلت يبقى ده بيعمل ايه بيبقى حاجه اسمها اندسندنج تيست، دي كده كونجنتال انوم. الفيميل جينيتاليا الفيميل جينيتاليا بتبقى اسولي، وممكن تلاقي في الدايبر بعض من البلد. طب ده ليه؟ نتيجه دي حاجه طبيعيه نتيجه البوزدرول اوف الايه اوف الماترنال هرمونز. الماسكولار سكيليتال سيستم بالنسبه للطفل اللي هو نيو بورن بيبقى اكتر حاجه في السكيليتال سيستم بتبقى الكارتج. طب ليه؟ عن الاسوفيد الاسيفايد بون. ليه؟ لان الكارتج هتساعد الطفل ان هو يخرج من الايه من خلال الفاجينا ماشي. لما الاسوفايد بون البون اللي هو الجامد لا ما بيبقاش كده، لان تاني البون تاني البون بتبقى او السكيليتال بيبقى ايه بتبقى فليكسيبل، والجوينت بتبقى حاجه الاستيك عشان تسهل الباسج اوف ايه اوف ذا تشايلد ثرو البيرس اوف ذا نوي اوف ذا نوليت شول ثرو البيرس. ايه كان حركه النوليت بتبقى حاجه راندوم او ان كوردينيتد، لسه الطفل ما يعرفش حاجه فبتبقى حركات ايه الاراديه. النيورولوجيكال سيستم اللي هي النيرفس سيستم بيبقى هنا اماتيور الطفل او البودي بتاع الطفل البادي بتاع الطفل بيبقى ريسبونس الاكسترنال ستيمولاي من خلال حاجه اسمها الريفلكسز. لو في ريفلكس من الريفلكسز دي بيرد ابسيد دي انجري في الايه في السي ان اس. ايه هي الريفلكسز بقى اوف ذا نيو بورن؟ الريفلكس الاساسي حاجه اسمها بروتكتيف ريفلكسز فيدنج ريفلكسز وبيسنج ريفلكسز. البروتكتيف ريفلكسز اكثرين لحمايه الطفل ستارتل والتونيك نيك والجراسبنج والاي بلينكينج والكراينج. ستارتل ده اللي هو سادن ستيمولس كوزز ارم تو فلاي اوت اند ايه معناها الطفل اول ما بيتعرض لاي حاجه مثلا لو الطفل هيبقى هتلاقيه مره واحده اتخض فتح ايديه الاثنين تمام كده وبعد كده يبتدي يبقى ريلاكس. ده بيظهر من اول الولاده لحد ايه لحد تور مانسس. طب التونيك نيك برضه حاجه الطفل تعرض لاي ستيمولس جانب مفاجئ تلاقيه حصل ان النوك ان الهيد والنك والليج تمام كده ان الهيد والارم والليج ايه لام ات وان سايد كلهم بقى على جانب واحد يعني زي الطفل ما تخشب كده بالظبط. وبعدين يبتدي الطفل ايه ريلاكس برضه من ايه من الولاده لحد ايه من شهرين لثلاث شهور. جراسبنج ده ان الطفل يبقى جراسب اي حاجه انت بتحطيها في ايده او ما تحطيش له حاجه في ايده تروحي ايه تلاقيه ماسك ايديه ماسكه عليها ماسكه عليها قوي. ده بيبقى من البرس الايه لشهرين. بعد كده اي بلينكينج اي حاجه بتقرب من الاي بتاعه النيوبورن تلاقيه رموشه بيحرك رموشه على طول ايلت كلوز اند اوبن يبتدي ايه جفن العين يتحرك ده عشان يحميه لو في اي حاجه من اي ايه اي حاجه داخله الاي ده من البرس لحد ايه طول الحقيقه. الكراينج ده ما الطفل يحس بصدم بين او بالهانجنج بالهانجر او بس على الاير او بالكولد يبتدي الاير يعمل ايه بيمر خلال الفوكال كورد فيسبب الكراينج.
تمام. الفيدنج ريفلكس اللي هي خاصه بالتغذيه، اللي هي السكند ريفلكس ان الطفل بيمص. الروتينج ريفلكس ان انت لما تيجي تعملي تاتش الكورنرز اوف ذا ماوس وتلاقي الطفل على طول بيفتح بقه علشان ايه ياكل، او عارف ان في حاجه تدخل بقه. سفالنج ريفلكس اللي هو البلع، ده طبعا موجود ايه على طول. بعد كده بريسنج ريفلكس اللي هو المسؤولين عن التنفس زي ريسبيراتوري موشن، اللي هي حركه الابدومينال مسل. طبعا في النيوبورن بيبقى الابدومينال مسل اكتر حاجه بي في الاكسبريس الطفل بيتنفس بيها. بعد كده السنيز اللي هو العطس، الحركه اللي هو الاير اللي بيخرج من النوز ومن الثروت والكف، الكحه الاير اللي بيخرج من الثروت واللنج. بعد كده السنسوري سيستم، احساس الطفل التاتش، الطفل باحساسه لمس اي حد بيبقى عالي جدا. بالنسبه للهيرنج بيبقى ديفلوبد كويس، الطاس بتبقى احسن من البيجر، بس الطفل بيبقى لسه مش قادر، مش بيعرف يتذوق اكل ولا الكلام ده. لا هو اكتر حاجه بالنسبه له هو الميلك، بريست ميلك على طول. السميل بيبقى يقدر يعمل سميل بريست ميلك ويبحث عنه. بعد كده اخر حاجه عندنا في النيوبورن، النيوبورن طبعا ده طفل لسه مولود، الطفل ده محتاج ايه بيزك نيدز، احتياجات اساسيه اوف النورمال نيوبورن انفنت. ايه هي الاحتياجات؟ طبعا الطفل اول ما يتولد بيبقى عنده سكريشن زي ما قلنا ايه في نودز، فنعمل ايه مينتيننج اكلير اير واي، ان احنا نعمل تشفيط، بتحصله تشفيط في مستشفى. تاني حاجه لازم نحافظ نتاكد ان الاكسبيريشن، ان الريسبيريشن عنده شغال وان في اكسجين للطفل، ريسبيراتوري اكسشينج كويس، اتشيفنج اند مينتيننج ادكوات ريسبيراتوري اكسشينج. الورم الطفل قبل ما تريد ايه نعمل كفر لي ببلانكت يتحط على الدايسيرميا، دايسيرميا هو ده السيستم اللي هو او ما بتطلع المستشفى بيحط على الدايسيرميا يعمل هيت فيدفي الطفل. بروتكشن فروم انفكشن، حمايه الطفل من انفكشن، لان جهاز الايه الاميون سيستم من الطفل لسه ضعيف، بالتالي لازم نحمي الطفل من الانفكشن. بعد كده اللاف سكيورتي، محتاج اتاشمنت، محتاج ان هو يتشيل لاف سكيورتي، محتاج يحس بالامان من خلال النظر، من خلال الفضل، محتاج ان التوشنال نيدز اللي هو من خلال بريست فيدنج، محتاج الايه التغذيه. وشكرا جزيلا، بس كده احنا انتهينا، بالتوفيق.